السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة أخرى مع نهائي سباق الوزن العالي للرجال، من سيفوز ويحصل على الذهب؟ الذهب للذهب زي ما احنا شايفين أمامنا في المقدمة يا سادة، على ارتفاع 215 أو 216. هنشوف دلوقتي الجزائر على التنفيذ بالتوفيق للجميع إن شاء الله، على ارتفاع 213، اجتاز 210 منذ قليل، والمحاولة الرابعة على ارتفاع 213 سنتي. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا البطل الجزائري عامل شغل عالي جدا في البطولة، بالتوفيق ان شاء الله يا بطل انت والمغربي وجميع الابطال العرب. محاولة صحيحة، اجتاز 213 بنجاح، من سيفوز ويحصل على الذهب؟ منافسة قوية جدا جدا في سباق الوزن العالي رجال. عدها بكل سهولة ويسر، سباق أكثر من رائع يا سادة زي ما احنا شايفين. هنشوف على ارتفاع 213 محاولة صحيحة أيضا، اجتاز الحاجز بكل سهولة ويرس، محاولة صحيحة، لاعب قوي جدا. هنشوف اجتاز 2 متر 13، زي ما احنا شايفين يا سادة منافسة قوية جدا جدا بين أبطال العرب وأفريقيا. طبعا زي ما احنا عارفين الرقم العالمي للرجال 2.45. بالتوفيق إن شاء الله. لاعب جنوب أفريقيا على 2.13، لاعب قوي جدا. هنشوف هيعمل ايه دلوقتي. بالتوفيق ان شاء الله يا بطل. محاولة صحيحة، اجتاز الحاجز، محاولة خاطئة، يعاد مرة اخرى، اخر محاولة ليه. هنشوف هيعمل ايه. 2.13 طبعا ارتفاع 2 متر و13 سنتا، طبعا مش سهل جدا، مش سهل بالنسبة لنا، لكن سهل للأبطال، صعب اللي صعب للمبتدئين، لكن مفيش حاجة اسمها صعب، كله سهل إن شاء الله. محاولة صحيحة، محاولة خاطئة، دخول اللاعب الجزائري على التنفيذ بالتوفيق إن شاء الله يا بطل. طبعا هو بيستعد على ارتفاع 213، لازم يجتاز هذا السباق زي ما احنا شايفين يا سادة. اللاعب الجزائري على التنفيذ، هنشوف ايه اللي هيحصل. مستنيين سباق 10,000 متر يعدي،
يلا بالتوفيق يا بطل ان شاء الله. برافو عليك، عدى 2:16. ازاي؟ برافو عليك، عدى اجتاز اللاعب 2:16. بالتوفيق للاعب المغربي على التنفيذ. برافو عليك، عدى 2:19، اول تالت من تالت محاولة. يا سلام، برافو عليك بجد، مش هزار، الطيارة المغربية. برافو عليك، بالتوفيق ان شاء الله يا بطل. جنوب افريقيا ايضا اجتاز 2:19 من ثالث محاولة ايضا للعداء. جنوب افريقيا، هنشوف الترتيب في هذا السباق. الف مبروك، محاولة خاطئة من ارتفاع 2:21. من اللي هيجتاز 2:21 يضمن ميدالية على طول يا سيدي. هنشوف من سيفوز ويحصل على الذهب، من سيفوز في هذا السباق، سباق أكثر من رائع. هنشوف، تركيز، تركيز أكثر من رائع. هنشوف هيجتاز، اللي هيجتاز 2 متر صعد للنهائي، صعد للنهائي، ايه هيحصل على ميدالية على طول. 2:21، من سيفوز ويحصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق؟ اوه، محاولة صحيحة، محاولة صحيحة، وترتيبه المركز الأول. طبعا مش مصدق نفسه، زي هي بالتصوير البطيء، كان عنده تاني والله، والله كان عنده 2 3 سم تاني. ياه، برافو عليك كده، انت ضمنت ميدالية. جنوب افريقي مش عارف هيعمل ايه، ادينا هنشوف ايه اللي هيحصل. ارتفاع صعب جدا، محاولة خاطئة، كاد أن يعدي لكن نصيب، نصيب يا بطل، محاولة خاطئة. طبعا الوزن العالي بالنسبة للرجال الرقم العالمي 2:45، وللنساء 2:09. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. طبعا تشجيع، تشجيع للبطل. يلا يا بطل، هنشوف ايه اللي هيحصل على ارتفاع 2:23. اوه، كسر الرقم، كسر الرقم الافريقي 2:23. الف مبروك يا بطل بجد، مش هزار، منافسة قوية جدا في الوزن العالي للرجال. اخر محاولة للبطل المغربي يفشل فيها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد النتيجة عبد الغني. النهائية، المركز الأول غانا 2:23، المركز الثاني المغرب 2:21، المركز الثالث 2:21 جنوب أفريقيا، المركز الرابع 2:19، المركز الخامس 2:16 الجزائر، المركز السادس 2:13، المركز السابع 2:13. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.